السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بونتك. ان شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن موقع فري كوين هانت. الموقع ده كل اللي بيعمله ان هو بيديك شوية حاجة زي طاقة مثلا في الموقع، الطاقة دي بتخليك تقدر انك تولد فلوس. هي مش فلوس، هي حاجة بتتحول لفلوس بعد كده، تمام؟ حاجة زي مش نقط، مش جي بي تي خالص، ولكن حاجة بتتحول لفلوس. كل اللي عليك في الموقع ده انك بتزود الطاقة بتاعتك. يعني انت ليك طاقة في الموقع، هو اصلا بيديك 100، فانت المفروض انك بتزود المية دي كل شوية، تمام؟ بتقعد بتعمل مهمات انك تزودها، بتعمل شير، بتحصل على ريفرال، حاجات كتيرة جدا هنتكلم عنها دلوقتي. نخش في تفاصيل الموقع. موقع ممتاز جدا، ولكن في حاجة برضو يعني الناس برضو عايزة تفهمها. الموقع بيديك $50 هدية عند تسجيل بس. اول ما بتسجل في موقع بتاخد $50 هدية، تمام؟ ساعتها بقى تقول لا ده نصاب، ده لا مش نصاب ولا حاجة. هو الفكرة ان الفلوس دي انت اصلا بتبقى محطوطة معاك في موقع، ولكن مش هتقدر تسحبها غير بعد اسبوعين من الشغل في الموقع، تمام؟ بيبقى مطلوب منك انك تخش كل يوم، انك تعدي التاسك الاولانيه اللي هي ايه، اللي هي تشيك ان. وهنبص على الحاجات دي كلها في الموقع دلوقتي، ولكن خلينا من غير رغي كتير ومن غير كلام كتير، خلينا نخش على طول نبص على الموقع. طيب يا جماعه، هو ده موقع فري كوين هانت. اول حاجه انا بعتذر على الصوت، لان انتوا اكيد هتلاقوا في مشاكل كتير في الصوت، في حاجات رخمه كده في الباك جراوند يعني هتلاحظوها، وانا هحاول احط موسيقى وكده، احاول ان انا اخفي الموضوع ده في المونتاج باي طريقه يعني، ولكن فعلا ما اعرفش ايه المشكله اللي حصلت في مايك البويا ده، بس عامه بعتذر عليها يعني. تمام، اول حاجه ده هي واجهه الموقع عاديه جدا. تخش على كلمه ساين اب، هنا هتسجل، هتروح هنا تحط الايميل بتاعك عشان بتاخد جوائز. جوائز زي ايفون اكس اس، زي بيتكوين، زي ايثيريوم، وكل يوم الناس بتكسب في الحاجات دي. او ممكن انك تاخد $50 وتسحبهم. ويزدرول دي يعني تسحبهم في وقتها، $50 بتقدر تسحبهم في وقتها، تمام؟ طيب خلينا على طول نعمل لوجن بفيسبوك. لو ضغطت على لوجن بفيسبوك هيخش عادي جدا، فهتعمل لوجن بفيسبوك. انا عندي اكونت، فهخش اعمل لوجن. زي ما انتم شايفين هو كده فتح الاكونت اهو، تمام؟ ده الاكونت بتاعي، معايا فيه $50 اللي هي الهديه اللي احنا بناخدها اول ما نخش في الموقع، ومعايا 144 اف انرجي، تمام؟ او فري كوين هانت انرجي، او عامه الاف انرجي دي الطاقه بتاعه الموقع. فخلينا افهمك الدنيا ماشيه ازاي في الموقع ده. نبعد بقى ده كده عننا ونقرب اللابتوب كده، تمام؟ طيب يا جدعان، اول حاجه انت كل ما بيزيد عندك الاف انرجي دي، كل ما بيزيد قوه الجنريت بتاعك. الجنريت ده اللي هو ايه؟ اللي هو توليد الاف سي اتش، الفري كوين هانت، تمام؟ الاف سي اتش ده هو اللي بيتحول لفلوس. ال 500 ب $50، ال 500 بكام؟ ب $50. جميل جميل. فكل الموضوع بيمشي ازاي؟ انت كل ما بتزود الاف انرجي، كل ما الجنريت ده بيزيد معاك اكتر. فانت مثلا انا دلوقتي، انت اول ما هتبدا هتلاقي معاك 100 بس، ال 100 دول بيجيبوا لك رقم معين. الرقم ده مش قد الرقم اللي عندي ده، انا عندي 144، فالرقم ده اللي انتوا شايفينه قدامكم ده زياده شويه، اللي انا بضغط عليه ده رقم الزياده عن الرقم بتاعك. انت الرقم بتاعك هيبقى اقل من كده، فانت كل ما اضغط على الرقم ده الرقم اللي فوق ده هيزيد، تمام؟ لحد ما انت طبعا بتقعد تزود في الفلوس اللي معاك، تمام؟ ازاي نسحب الفلوس دي وازاي نعمل الكلام ده كله؟ عن طريق انك تضغط ضغطه هنا على اسمك، هتضغط على كلمه ويزدرو، هتلاقي بيقول لك لا مش هينفع. ده ليه؟ لان انت لازم تسحب بعد اسبوعين كحد يعني ادنى، انك تسحب بعد اسبوعين من دخولك في الموقع ده، تمام؟ لازم تستنى اسبوعين عشان تقدر انك تسحب فلوسك. الموقع مش نصاب، الموقع ما فيهوش اي مشكله خالص، تمام؟ الموقع ترتيبه على عالم 382,000، وده يعتبر كويس جدا. الموقع شغال بقاله فتره، فما تقلقوش من اي حاجه. تاني حاجه، الموقع ده كمان فيه حاجه مهمه جدا، هي انك ممكن تكسب جايزه من الجوائز دول، زي 1 بيتكوين، 1 ايثيريوم، ايفون اكس اس، عن طريق انك كل يوم بتبقى بتخش في الموقع بتعمل تشيك ان. كلمه تشيك ان بدل كومبليت دي بتلاقي كلمه تشيك ان. الكلمه دي بتخليك تحصل على اف انرجي، تمام؟ يعني في اليوم الثاني تحصل على اف انرجي، اليوم الثالث تحصل على اف انرجي، لحد اليوم السادس. اليوم السابع بقى بتحصل على جايزه قيمه، هل بقى ممكن تحصل على $50، ممكن تحصل على اكس اس، ايفون اكس اس، بيتكوين، ايثيريوم، او اكتر من اف انرجي. يعني مثلا هو هنا بيديك 10، بيديك 15، بيديك 20، 25، 30، ممكن يديك 50، هنا ممكن يديك مثلا 100، 150، 200 اف انرجي، تمام؟ بتفضل تزود في الاف انرجي بتاعك عن طريق اكتر من حاجه، منهم الريفرال، منهم اكتر من حاجه تانية هنوريها لك مع بعض برضو، زي مثلا ثانيه المسابقات او المهام اللي انت بتعملها. لو دخلنا على اي حاجه هنا هتلاقي هنا في الجنب مسابقات او مهام، تمام؟ بتحصل بيها على اف انرجي. هي مثلا انك تخش على الاير دروبس، تمام؟ بيقول لك خش على 3 تاسكات من التاسكات دي وتخش عليهم، وبتضغط على كلمه كومبليت وخلاص، تمام؟ زي ما انت شايف انك تعمل انفايت بتحصل على برضو
يعني اف انرجي. فخلينا نبص كده، لما بتعمل انفايت لحد ممكن تاخد لحد 1,000,000 اف انرجي، ودي رقم يعني هيبقى كبير جدا طبعا. تمام، ده على حسب طبعا الناس اللي انت بتجيبهم. تاني حاجه وريك تحت هنا ان في ناس كتير قوي بيكسبوا من الاف انرجي، او من ان هما يدعوا ناس للموقع او انفايت يعني او الريفرال عامه. ده واحد كسبان 71,000 اف انرجي، وده واخد ده اسمه محمد ياسر واخد 40,000 اف انرجي، وده معرفش اسمه ايه، المهم انا واخد 25,000 اف انرجي، وده رقم كبير جدا. تمام، بيقول لي انت عندك صفر اف انرجي عن طريق انك تدعي ناس وكده للموقع. فانا عندي صفر عشان ما دعيتش حد خالص لسه للموقع. تمام، الحاجات دي محدش فاهم فيها اي حاجه، يعني انا حاولت ادور في محتوى اجنبي ان انا افهم الدنيا دي ماشيه ازاي. كل شرح الموقع ده ناس اجانب بيتكلموا بلغه غريبه جدا، تقريبا هندي او حاجه زي كده، وناس بتتكلم بلغه سريعه جدا لحد درجه ان انا فعلا ما كنتش فاهم اي حاجه. تمام، فحقيقة مش فاهم ده ايه، المفروض ان احنا بنعمل ايه في الحاجات دي، حقيقة انا مش فاهم. والحاجات اللي في الجنب دي برضو تبع ايه، والله انا برضو ما فاهم. ولكن انا فهمتك يعني الموقع شغال ازاي، بيعمل ايه الموقع ده عامة، هو بيعمل ايه. كل اللي انت بتعمله انك بتجمع اف انرجي، خلينا نرجع بس لواجهة الموقع، بتجمع اف انرجي عشان تزود الاف سي اتش اللي عندك، وكل ما بتزود الاف سي اتش كل ما بتزود فلوسك. بس هذه الفكرة بسيطة جدا. في بعض الحاجات بقى الغريبة في الموقع زي ما قلت لك، زي الاير دروبس، زي دي ان، زي الاورد، زي الحاجات دي كلها، الريفينيو، ستارت تايم، ان تايم. فعلا الحاجات دي حقيقي انا فعلا مش فاهم ماشية ازاي. تمام، لو فهمت ماشية ازاي بعد كده ممكن اعمل لكم حلقة تانية على الموقع ده. ولكن حقيقي حاولوا يا جماعة تبقوا ورا الموقع ده كده، ممكن نفهم يكون في حاجات مربحة اكتر بكتير. ولكن انا اللي اعرفه ان عشان تكسب الموقع ده لازم تعمل invite friends، انك يكون عندك تعمل فيديو مثلا على الموقع او حاجة من الحاجات دي، وتاخد الموقع ده وتوريه للناس، وتاخد اف انرجي مقابل الموقع ده او مقابل الناس اللي بتسجل. دي من اكتر الطرق المفروض تشتغل بيها عشان تاخد اف انرجي. تاني حاجة التشيك ان اليومية دي برضو ممتازة جدا. طبعا يا شباب هو ده يعني الموقع بكل ما فيه، كل الموضوع زي ما قلت لك انك بتجمع اف انرجي عن طريق اكتر من حاجة. مثلا يا جماعة لك ممكن تخش تعملهم فولو على فيسبوك او اي حاجة من الحاجات دي، ريسيف اهو، خش على الموقع بتاعهم على فيسبوك زي ما انت شايف، ده صفحتهم على فيسبوك، هتعمل لهم مثلا لايك للصفحة او فولو باي طريقة من الطرق زي ما انت شايف اهو، لايك للصفحة تم خلاص. تمام اهو زي ما انت شايف اهو بيقول لك ان انت بقى عندك 5 اف انرجي، فهنضغط اكس. تمام، هنقول له ريسيف، خلاص دي مش تمام. تمام، هنعمل بس ريفرش خلاص. تمام، ريفرش بس ريفرش. حد هنا بيقول لك اول ما ضغطت تاني قال لي صفر، زي ما انت شايف ضافت، زي ما انت شايف معايا اهو بقت 10 مش 5 بس. تمام، فخلاص يا جدعان، يعني هي دي الفكره، موقع بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، كل اللي انت بتزود الجنريت هو بيزود معاك ارباحك في الموقع، بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله خالص، وصادق 100% ما تقلقوش من الحته دي. وان شاء الله السحب في الموقع ده بعد اسبوعين من تسجيلك، ودي حاجه يعني في الموقع ده، عشان طبعا هو بيديك $50 هديه يعني. وبس كده باذن الله يكون الموقع ده عجبكم، وهتلاقي التسجيل، رابط التسجيل في الموقع ده تلاقيه في الوصف. وبس كده دي كانت حلقة النهارده. انا عارف ان انا مثلا بقالي كام يوم كده ما نزلتش فيديوهات، ولكن انا اصلا حاليا لحد دلوقتي انا في حاله نفسيه مش قادر حاليا نصور، مش قادر ان اعمل فيديوهات خالص، وحتى انت فاهم مش رايق، مش رايق. انا بعمل فيديوهات لما بكون رايق، بس انا حاليا فعلا مش رايق، زائد ان اخر الشهر ده عندي امتحانات، مش اخره قوي، يوم 25 في الشهر، يعني اخر الشهر عندي امتحانات، وغالبا وقتها طبعا مش هقدر اعمل فيديوهات، او ممكن اعمل فيديوهات اذا كان في ثالث ثانوي كنت بعمل فيديوهات، مش هعمل فيديوهات في الجامعه غالبا هعمل. بس يعني بغض النظر انا حاليا في المود يعني بتاعي مش رايق خالص، فممكن لو لقيت نفسي فاضي او حاجه، انا عامه فاضي يعني، بس لو لقيت نفسي رايق يعني كده ممكن ابقى اصور فيديو او اطلع لايف كالعاده يعني، نطلع لايف ونتشتم بغض النظر يعني عن كل ده. فدي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ان شاء الله. فياريت لو عجبتك الحلقه دي تعمل لها لايك، و ما تخافوش الموقع تمام ما فيهوش اي مشكله، في كذا حد في المحتوى الاجنبي شرحه قبل كده فما تقلقوش، فموقع تمام. حاجه تانية لاحظتها برضو الفتره الاخيره، العمله اللي هي W12 اللي انا قلت لكم استثمروا فيها او اشتروها، دي برضو زي ما انا قلت فعلا بدات الناس تشتريها، وفعلا مش احنا، مش قصدي على الناس اللي عندي، لا على النت فعلا، لما بحثت النهارده لقيت فعلا كميه كبيره من الناس بداوا يشتروها. حاجه تانية، العمله بدات تنزل اعلانات في كل المنصات، فيسبوك ويوتيوب، لو بحثت على كذا فيديوهات لها علاقه بالعملات الرقميه بالانجلش هتلاقي العمله دي كذا حاجه وكذا فيديو، هتلاقي في اعلان على العمله دي، اعلان عادي، اعلان زي السكيب اد يعني بتاع اليوتيوب العادي،
ففعلا العمله دي هتنتشر بشكل كبير جدا، فركزوا معاها ورجعوا شوفوا الفيديو بتاعها لو ما كنتوش شفتوه. بس كده مره تانية بقول لك اعمل لايك الفيديو عشان نوصل الفيديو ده 500 لايك ان شاء الله، عشان نقدر ان احنا نكمل ونعمل فيديوهات تانية احسن. ويا ريت لو امر تشوفني او حابب ان احنا نكمل اليوتيوب وكده، فعايزين نوصل 40000 مشترك، فكل عليك انك تعمل سبسكرايب للقناه. وشكرا جدا ل 39000 مشترك اللي عندنا، وان شاء الله اشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.